عند عودتكم الى ارض الوطن. أيوة. رجعتم من مصر. وش قعدت دير كسات؟ كجينا من مصر. اي كي رجعت. كتب تاعي الكتيبه تاعنا. رتبة كنت كابران، من بعد طلعت كابران شاب. ومن كابران شاب طلعت سرجان. ومن سرجان طلعت اجودان. ومن اجودان طلعت اجودان شاب. هذه في الجيش. هذه في الجيش. وفي نفس المكان ولا تحولت؟ تحولت. خدمت. وين خدمت في الـ؟ خدمت تيندو. خدمت ما كنت تقعد تيندو فلا بريمير ريجو دوزيام ريجو. بليدة واحد. وتوازيام ريجو بشار. قالوا قعدت فيهم 7 سنوات كاملين. قالوا كاع ماشي ما خدمت فيهم. بعد تمسني على 7 سنوات. اي. بعد درت كارير. ايه. درت كارير سما مسني على مسني حتى للنهاية. انا خدمت مول 36 سنة. خدمت 36 سنة. في الجيش. اي. وبعد كي جيت كملت خدمة الجيش. ايه. وش رجعت تخدم هنا؟ كي رجعت لل سيفيلا. تركي ما مشيت دخلت للسبيطار ودرت دوسري وبعد دخلوني للخدمه ومن بعد في لا مش عارف طول ما كان ما بان لي والو. وين السنه دي؟ جويد 99. 99. انا خرجت في جويد 99. خرجت روحي مش هما خرجوا. اي خرجت تالي درت لقيت روحي عندي 37 سنه. قلت انا بالك نريح مع وليدتي خير. لك بركات 37 سنه خيرات. يا اخي النتيجه ما فاتت بالسكنه والله ما ننساها. لحد الان ما عندك السكنه بس لم تستفد من السكن. والله غدو سيتايا هنا والله ما شفت لا بعيد ولا قريب يحوشوا كون يلقوني حق الحمد لله كاين كل شيء الاف. كاين ايه. يحوشوا من الحدود. يقول لك بقى عدا في واحد نور عدا في تلمسان. كنت حاكم في راسي كيمينيتير في قصر البخاري. هذيك تاع الميتي عباك تبع فيها تاع عسكر وتاع ضباط. كي جيت خالص سلمتهم المفتاح تاعهم مش هي اللي عاطيها لي هم ما عاطيها لي بها عن سكن ونطلع صباح الكازار نخدم. هي وظيفيه سكن وظيفي وخلاص سكن وظيفي اي. وغيرها ما ديت لا قعدت على الارض الا سكن ولا حي والله درت بالصين تاع هنا درت رانا في الدايره. مازال ما استفدتش. مازال ما شنو هي الرساله اللي توجهها انت للسلطات؟ شنو هي واش تقول لهم؟ انا زوجي للسلطات كان يعطيني غير سكنه لي انا وليدتي. انا وعيد زوج ولا واحد ما قبالي. زي الاخبار قاعد برشا ساعه. احنا ذاك انا سما كبرنا قلنا. هذا اللي نسحقوا. وشنو واش تمثل لك الجزائر؟ واش تمثل لك الجزائر؟ نقول الجزائر الحمد لله. فيها رجال وفيها رجال في محل مصمتين ورجال قائمة بها ماشي لاباس بك. وين من الشخصيات اللي كنت تشتيهم انت يا بكري؟ القيادة تاعي اللي كنت عايش معاه. كنت عايش مع يطنا ولا كورونيل ولا كوماندو كنت في الاخر بعد الخرج سناني بشير. يطنا كورونيل اللي كان حكم بوغار مركز التدريب تاع بوغار. شافني وكل شيء عارفني وشافني ثقة وكنا أنا كنت حاكم لاصوشية. لاصوشية كيما نقولوا كما تغير كيما ذا هكا حاكم تاع المتغير تبع لاصوشية كيما ذا. الحمد لله خلصت نظيف ولقى أول قش اللي كنت مثلا اللي كنت حاكمه كان حاجة ما راحت منه. أنا عند سناني بشير هو طول ما سنيالي قال لي يا عمر راح تلقى القش تاع الدولة ومتغير الدولة. من متريال من مطارح من سر من خزاين من الدنيا من مابل من كل شيء من سلاح من كل حاجه ما خصتها. ها اللي كملت معاه الحساب والله قعدت شهرين معاه هو برك بعد سنالي رضي يصير بعد سنالي وطلعت للجزائر ما عندي حتى مشكل. وش الفرق بين دروك الوقت هذا والوقت بكري؟ وش الفرق بيناتهم؟ هذاك وقت كيما هذا كيما بكري ذاك وقت هذا متطور شوي. مطور في كل شيء.
والوقت تاع بكري كنا نعاني. بصح بكري كان أحلى من هذا الوقت. أحلى مسمى أي. كنا نعاني. نعاني من كل شيء. وخاصة حنا كنا كما اللي كنا في الحدود ومنا ومنا. حتى نقول شعبنا كي حنا كي شعبنا كاع كيف كيف كنا نعاني من حوايج. ولكن اليوم الحمد لله كاين كل خير. كل شيء متطور. حتى بالماتريال تاعنا نتاع الحشة الجزائر خير كثير اللهم بارك. كون دروك يستدعوك يقول لك الحال في فلسطين واش؟ محبوسه تروح؟ والله نروح حتى ما ديت والله كاين خطرات الليالي والله انا نقول خمم نقول كيف 37 سنه ما جا ما سكنه ما ديتهاش. عطيني غير البركه تاع شهرين. نقعد والله ها كاين خطط والله قريب نبكينا وحدي اللي قاعد وحدي نقول له شوف يا ولد لا الناس الناس حاش ما بين ولدي يدو الناس يدو كل شيء يدو وانا دوسي عندهم والله ما ديت ما فهمتش ممكن قام ممكن قام ما مشيتش مع الدوسي نتاعك تما وصيتش على الدوسي والله قرحت خطر من بعد والله كنت بطرت ما كنت باغيش نكثر عليه قلت له ما كترمغ قعدت حشمت؟ اه حشمت نضلنا قلت له دار داخل وجاي خارج والله كل يوم رايح ليهم والله غنتكال على ربي وانا مريح ونكتب راكع بسوار ديال ثلاثي وريحنا وعزوجي زيها هم كبروا عند الروت والحمد لله هم مريح.